احنا النهارده في محافظه سوهاج بالتحديد بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي اللي بيحضر السيد الرئيس الان. احنا النهارده في سوهاج دعما للحياه الكريمه بشكل اساسي، دعما للمؤتمر الاقتصادي، دعما بكل الانشطه اللي بتقدمها الدوله، وبالتحديد احنا في سوهاج ان هو كانت بالنسبه لنا المشروعات زي مشروعات مبادره الحياه الكريمه هي المشروعات هي الامل. احنا هنا في محافظه سوهاج حاليا بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي في تجمعات كبيره من الشباب من اهل المحافظه دعما للسيد الرئيس ودعما للمشروعات اللي بيقدمها السيد الرئيس من خلال مبادره حياه كريمه. مبادره حياه كريمه دي نقلت المحافظه نقله جامده، يعني المحافظه عانت سنوات من التهميش في العهود السابقه، المشروعات برضو كانت مشروعات بطيئه خالص ومتعسره. حياه كريمه يعني انا في اعتقادي المرحله الاولى منها اللي تم تنفيذها في 7 مراكز في جميع قرى المراكز الـ7 بالمحافظه خلت القرى دي مش محتاجه اي حاجه يعني من المشروعات. احنا النهارده طبعا تابعنا بكل حماس المؤتمر الاقتصادي اللي اطلقه ودعا عليه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبسوطين جدا من القرارات اللي تم اتخاذها في المؤتمر، وكمان مبسوطين اكتر من الطريقه والنهج اللي بيتبعه فخامه الرئيس اللي هو المصارحه، وان هو دايما الشعب معاه خطوه بخطوه في كل بناء وفي كل تعمير ان شاء الله، ودي حاجه احنا كنا مفتقدينها السنوات اللي فاتت. يمكن احنا النهارده كمان هنحتفل بمبادره حياه كريمه، المبادره اللي انا والشباب من وجهه نظرنا المبادره الاعظم، المبادره الرئاسيه الاعظم يمكن في تاريخ مصر والعالم كله، لانها فعلا مش بس بتاثر على بناء الحجر والابنيه والمنشات التعليميه وتوفير سكن كريم، لا كمان هي بتاثر على الانسان والبشر والاهتمام بالانسان نفسه. طبعا احنا النهارده بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انطلاق المؤتمر الاول الاقتصادي، بنشكره ودعمه دايما للشباب، وبنشكره على المشروعات الكبيره اللي هو عاملها، وخصوصا الفتره الاخيره في سوهاج وفي الصعيد عموما، وخصوصا كمان في مركز جرجا، كمان مشروعات كبيره جدا ودعمه للشباب كان كبير جدا الفتره الاخيره. طبعا بنشكره، وان شاء الله دايما الدوله في تقدم باذن الله تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا النهارده بنشهد فعلا قرارات عظيمه وفعاله من معالي السيد الرئيس، واللي بننهجه اللي بناخد من النهج بتاعه الشفافيه اللي احنا دايما بنبقى سعداء بيها، واللي بتوقفنا على ارض صلبه على ما يجرى بجميع الاحوال في جمهوريه مصر العربيه. النهارده بفضل ربنا بدات اول فعاليات المؤتمر الاقتصادي. نشكر معالي الرئيس السيسي على وقفته جنبنا ومش سايبنا، ودايما مصر جميله وفيها خير كتير، والحمد لله احنا دلوقتي واقفين وهنا في سوهاج. نشكر على كل الفعاليات اللي تمت في ارض سوهاج والانشطه والحاجات اللي سوهاج كسبتها من فضل سياده الرئيس وتخطيطه الجميل، ودايما معانا ودايما واقف مع الشباب ودايما مشجعنا. انا بشكر سياده الرئيس على انطلاق مؤتمر الاقتصاد وفعالياته، وعلى المصارحه والمصادقه اللي هو بيتكلم فيها، ومدى الشفافيه ومدى التطور اللي حاصل في البلد، وده انا شايفاه ملحوظ عندنا هنا في المحافظه وفي القريه بتاعتي، ان القى الضوء على حاجات كتير منها القطاع الصحي والقطاع التعليمي والمشروعات اللي بتعملها الدولة. حقيقة يعني احنا في سوهاج وفي جامعة سوهاج وكل الشعب السوهاجي بننتهز هذه الفرصة ونبعث ببرقية يعني اعتزاز وتقدير وشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ما يبذله من جهود. حقيقة يعني احنا في الصعيد هنا كنا يعني بنأمل وبنحلم، لسه امبارح ان كنا في مبادره كان دشنها سياده المحافظ من حقك تعرف، كنا بنبص على الحاجات اللي هي عملتها المحافظه في بالمشروع حياه كريمه في من مراكز تكنولوجيه ومكاتب بريد وشهر عقاري وصرف صحي. حقيقه يعني كنا بنقول احنا اللي كنا بنحلم بيه في الصعيد من 50-60 سنة الحمد لله يعني بيتحقق. النهارده احنا في عرس الصعيد بتكلم فيه عن تدشين المؤتمر الاقتصادي، فرحه كبيره لاهل الصعيد. انا مش هتكلم على ارقام وعلى ملايين كتير في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الاقتصاديه العالميه اللي بنمر بيها العالم، ورغم ذلك سياده الرئيس ما نساش خالص اهل الصعيد بكميه المشروعات اللي قائمه واداره الاعمال الجيده من حيث تشغيل الشباب واجاده فرص. حياة كريمة بتعمل شغل في الصعيد ملحوظ وملموس لكل أهل الصعيد.